يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعامل المجوس معاملة أهل الكتاب تماما، وهل يتزوج المسلم نساءهم؟ لا، إنما في أخذ الجزية فقط. وجاء في الآخر الأثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فلا تؤكل ذبائحهم ولا تتزوج نساءهم، وإنما يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط. نعم.